لزة لا لا معلنا. مو واجد، انت تدري الظروف تساعدك تروح بعدين الجنوب ولا ما تساعدك؟ الجنوب ولا الشمال ولا الظروف؟ انا والله كنت مشتي اروح للكويت، بس ما ادري دول البرنامج خلاص. انا بروح قطر ان شاء الله. انا برمضان يا ولد، تدري متى انا اكلمك؟ انهم زيارتهم في فبراير غير، اجواء فبراير غير. قل لا اله الا الله. هلا. ايوه بلون الرجال هذا، بلون مسخن. هي الهنجر ترى عندنا في شغله بعد شوي، لازم تواجدون كلكم. شنو هي؟ انا بادره يوم سعيد يا حبيبي. فقره الله انت سعيد. فقره تقديمي. فقره محمد المكان، فقره محمد ما فقره رسميه الوقف. لازم اليوم لان تفعلون تفعلون الكودات، كل واحد يوجه رساله لجمهوره. اللي بيقدمها من محاتيك. نعم عليك زود. نعم عليك زود. مش ما ادري متى محمد عيسى ما جاء الظاهر. ايوه ترى متى السفر اصلا؟ فيها جولات تسافر؟ ها بعد بعد رمضان ان شاء الله. ما ادري والله 17 رمضان من تطلع بعد يبقى شيء كم يبقى اول ما نطلع؟ 10 ايام رمضان ما يمديك تسافر. لا بغيت تسافر تاخذ لك 10 ايام 7 ايام اللي باهم في برنامج رمضان. لبيه انا لو ماني متاكد لا الحين اذا احنا من ناحيه من برنامج رمضان ولا حد فيكم كلموه؟ ما اعتقد. يمكن اثنين ثلاثه اذا ماني في برنامج رمضان سافرت. حجزت ثاني يوم ولا ثالث يوم، مريت جد، حجزت من جده، مريت سلمت على ابوي والبنات والوالده، طرت 5 ايام. وين؟ قبل رمضان؟ والله ما اعلم. قبل رمضان؟ ايه ما يمديك. هلا يمديك. 10 ايام تشوف اهلك في يوم، 3 ايام وتسافر في 5 ايام وترجع 6 يوم، يبقى رمضان يومين. انت كيف تنفك من العزايم؟ حزايم؟ والله ما تروح. عزايم لا، عزايم كيف؟ هذا انا حاسب حسابه. انا عندي يقول انا عندي التزام مبين. عندي خطه. نسوي بيننا تنسيق. انا منشق سيف وانت منشق مصرط مثلا، مصرط ينشق ينشق لي، عبد الله كرعاني ينشق زي كذا. يصير لما يجي اتصال يجي على تلفوني، فهد العشاء لا والله فهد مرتبط ولا يقدر. والله فهد ما يقدر ومرتبط عنده شغل. والله ما ينفع، ما ينفع. وابقى البواري عند باب البيت، انا ما جيت اول يوم رحت 24 ما لقيت الناس مجهزين الدنيا كلها وانا مالي دخل. عشاء. لا 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 العزايم فيك. العزايم لا بد منها وزيارة ربعك لا بد منها. الرجال مسافر يسافر يسافر بعد رمضان، أول ما تطلع راح تقضي الشوربة والسمبوسة والفندق وكل شيء قضه. طلع دايمك تتعب. قال لي برد قبل الدنيا. كلنا على الشرع. عيشة رمضان، عيشة رمضان كيف تقضي؟ هذه يقضونها الآباء والأمهات وجزاهم خير والأخوات. وأنت تجلس تسنن لين يجي رمضان. حلا لا الله يدينك تبارك الرحمن. الله يدينه ما شاء الله. ما شاء الله عليه. قل لي لانك لا شرط ما مكفيك 5 ايام، ما مكفيك 5 ايام. هو لو انه 5 ايام ما انت بزايد على حلو، تروح تقول 5 ايام بروح اخذ لي 10 ايام دخل رمضان وانت ها عادي. لو دخل علي رمضان عادي في دوله مسلمه. انا هناك ما صوم يا اخي. انا قصدك سؤال ما صوم. سؤال ما صوم. سؤال انا في دوله مسلمه برا ما صوم يا مسلم؟ ماذا بكلامك؟ كلامنا انت تسمع هالك ولا انت مسلم بتصوم في اي دول مسلمه ولا كافر؟ إيه؟ بتصوم فيها. ايه لكن اتكلم كذا عن الجمعه واللمه. كيف موجوده في كل مكان؟ مع هالك. هالك موجوده. هالك ما هو موجود الا 30 يوما. رمضان ما هو غير 5 ايام. 30 ليله. كم؟ ما صرت عني انا مسافر مسافر ولا عقب شر ان شاء الله بدل الواحد الاحد. حتى قبل رمضان على حسب اذا كنت في البرنامج. اذا ما اللي ما هو في البرنامج يبي يسافر ترى عادي يسافر وخذك اسبوع. والله اني اعرف لي واحد سافر حتى ما هو بشرط اسبوع. والله اني اعرف لي واحد 5 ايام 4 ايام انه يمكن اكثر سواها اكثر من 3 مرات. اول اسبوع في رمضان ما يصومه في السعوديه. ليه؟ في دوله ماء بارده يصوم هناك. احس جو رمضان عند هلك. هو صح عند هلك رقم واحد. يا سلام. بس انا اقول لك الرجال جربه برا لايك ذهبي صح. اساسا ما راعي سفريات شغل.
والله العظيم ان رمضان دخل علينا ولنا 10 ايام وشاي تصب لنا قهوه ولا اجيك ابشر والله اصب لي شاي ما بقهوه بدايه رمضان ما تصرح الا عند اهلك وفي بيتك بدايه رمضان هو رمضان بشكل عام بس جو رمضان البدايه ما يصح انك انا اللي بحجز لكم يا الربع تدري ليش هو يسافر اول اسبوع في رمضان على التذكره اول حاجه اسعار الطيران تنزل لاخر شيء اي بي في اي بي والثاني حاجه الناس كلها في بيوتها والثالث حاجه الدوله اللي يروح لها سب من جالبه الدوله اللي يروح لها دوله مسلمه وينبسط فيها ها واول اسبوع في رمضان اجواء عندهم لهم دائما اجواءهم حلوه بس طقوسهم في رمضان حلوه لها اصحاب من جنسيه هذه الدوله اللي يروح لها شو الدوله مصر الدوله سر ما هي بمصر حول مصر يروح المغرب ياخذ اسبوع الى 10 ايام سواها ثلاث مرات كان يصور في السناب كان يصور في السناب فطور حقهم على شاليه على بحر خضار وبحر قدامه يبوني ايوه من تخلص سالفتك لا ما عندي سالفه تمام زرع البحر قدامه وسله الفواكه والمغاربه معه طال عمرك وتمشي في الليل اول اسبوع يغير نفسيته يرجع عاد اعلمك المدينه اللي ساكن فيها كازا لا ساكن في الديره رغم ان الشقه في جده بس انه غالبا طول الوقت في رمضان يكون عند اهله هل في الديره تخيل من المغرب على جده ياخذ سيارته يروح ايش اجواء الديره لانه يقول لي احنا اول اسبوع عندنا في الديره ماشي احد الاهالي والربوع والاخوان ما يجون الا ثاني اسبوع الديره ثالث اسبوع عشان العيد على طريق المغرب عبد العزيز كان بالمغرب يلا عيال روح الهنجر روح عبد العزيز